ارباع. هاي دي سكس هيومن ريفولوشن كانت عجيبة صح؟ كانت لعبة ستيلث فيرست بيرسون شوتر ار بي جي مع ابجريدز عجيبين واختيارات بالحوار واللعب، وطريقة لعبك ممكن تفرق عن كل اللاعبين. كانت واحدة من افضل العاب 2011. انا مو لاعب دي سكس القديمة ولا انفيزبل وور فما اقدر اتكلم عنهم، ما اقدر اقول اذا هيومن ريفولوشن احسن ولا اخيس، بس اللي اقدر اقوله انه مع مستوى قوة هيومن ريفولوشن مانكاند ديفايدد احسن منها بدون تفكير. حتى لو ما كنت لاعب هيومن ريفولوشن، بداية مانكاند ديفايدد في تلخيص عن قصة هيومن ريفولوشن فتقدر تلعبها على طول. بس اصلا شنو كانت قصة هيومن ريفولوشن؟ كلمت واحد ما اعرف عنه شيء عشان اكلم واحد ما اعرف عنه شيء، عشان اروح مكان غيره واكلم واحد ما اعرف عنه شيء عشان اوصل حق النهاية المعفنة. وما كان ديفايدد ما تتعلم من اغلاط هيومن ريفولوشن بالقصة. لما الحين اكلم ناس ما اعرف عنهم شيء بعضهم يتكلمون كأنهم روبوتس عشان اوصل حق نهاية معفنة. انا مو عارف ليش الشخصيات حيل ميتة وليش ادم جنسون ما يبي يعرف عنهم اكثر. ما اهتم لا بالبطل ولا بباقي الشخصيات. اصلا الحين وانا قاعد اتكلم نسيت اغلب اسمائهم. عندك مهمة لازم تنقذ الناس وتكشف من المجرمين وبس. حتى التمثيل مو زين. What's going on down there? ما في مشاعر. هالمرة القصة تبي تركز على العنصرية، لأن من بعد أحداث هيومن ريفولوشن صاروا الناس الطبيعيين يكرهون الأوغمنتد. أوغمنتد يعني اللي مركبين آلات على نفسهم، يعني سايبورغ. ويعني المفروض يكون هالموضوع حلو، بس القصة ما تبي تهد سالفة العنصرية. عنصرية 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 عنصرية. شوف ترى في ناس عنصريين. اوكي موضوع حلو، بس ما في شيء غيره. حلو انهم يشوفون الموضوع من ناحية اجتماعية وسياسية، بس صدق هالعالم ما في اي مشكلة غير العنصرية؟ منظمات كبيرة تأسست من العنصرية، ارهاب طلع من العنصرية. بعدين نوصل حق النهاية اللي هي مو نهاية، اللعبة فجأة تخلص كأن القصة كلها كانت مقدمة. وايد اشياء ينسحب عليها، اقول هذا ايش صار عليه وهذا شنو وهذا شنو، بس خلاص خلصت اللعبة. وهالشيء مو غريب لان القصة هذه مقسمة حق 3 أجزاء. المطورين كانوا بيحطون القصة كاملة بمانكاند ديفايدد، بس قرروا انهم يفصلونها عشان يسوون 3 أجزاء. نهاية ما تنهي شيء. ايه عادي بالطقاق، اجزاء اكثر يعني فلوس اكثر. اذا في شيء زين بالقصة بيكون هو الثقة بين ادم جنسون وباقي الشخصيات. مرات تشك باللي معاك تقول يمكن يكون ضدك، واحد ضدك ممكن يكون معاك. وحلو لما بعض المرات يكون شكك صح وبعض المرات يكون غلط. وحلو لما الاختيار هذا يكون بيدك. لما اشك بواحد قاعد اشتغل عنده واتجسس عليه وانقل معلومات برا اقول اللي قاعد اسويه صح وهالشي حلو. بس مع كل هالكلام عن القصة والنهاية الخايسة، الصراحة هذه مو مشكلة. مانكاند ديفايدد تركز على اللعب حتى اكثر من هيومن ريفولوشن. القصة خذيتها كأنها فاصل بين المهمات، فاصل بين اللعب العجيب. تخيل هيومن ريفولوشن وديسونرد، هذه مانكاند ديفايدد. في انفتاح كبير باللعب وتقدر تروح تقريبا كل مكان، واي شيء تقدر تسويه باي طريقة، واللعبة ما تجبرك على طريقة معينة. حتى لو تبي تطق كل شيء بدون ستيلث تقدر، مع انها لعبة ستيلث. من كثر تأثير ديسونرد في ابجريد اسمه ايكروس داش، اذا طورته يصير نفس بلينك مال ديسونرد. يعني لو تشوف جندي واحد تقدر تطقه وتذبحه، تقدر تكهربه، تقدر تروح له وتسوي تيك داون، تقدر تسوي هاك حق آلة وتخليها تطقه بدل لا تطقك. تقدر تحذف قنابل، تقدر تختفي وتمر بدون لا احد يشوفك، تقدر تدور لك طريق ثاني سري مثلا تروح بين الانابيب، تقدر تستعمل واحد من الابجريدز اللي عندك باي طريقه تبيها. مانكاند ديفايدد تثق فيك كلاعب وتخليك تسوي اي شيء تبي، واحب لما لعبه تقول لي روح سوي اللي تبي. احنا كمطورين صممنا مراحل عجيبه واماكن كبيره وحطينا لك ابجريدز ما في نفسهم، وانت سوي اللي تبي. وصدق الابجريدز مستواهم راقي، اعلى من المستوى الطبيعي اللي تشوفه بالالعاب. بعض الابجريدز لما اسويهم احس اني قاعد اغش، بس هو بالصدق ما قاعد اغش، لان هذا اللي تسوي الابجريدز تعطيك نظام لعب غير، اشياء ما كنت ادري انه ممكن اسويها. ممكن ابجريد واحد يغير طريقه لعبك كلها. مع تصميم المراحل وابجريدز بهالمستوى، ديس اكس مانكاند ديفايدد ما حسيت فيها بالملل ولا لحظه واحده، وخاصه ان نقاط الابجريدز يطلعون بشكل موزون. ما اخذ مدة طويلة عشان اطلع ابجريد واحد ولا مدة قصيرة، الفترة بين الابجريدز ممتازة. بس للاسف اللعبة من سكوير اينكس، وسكوير اينكس ما يهدون العابهم الحلوة بحالها. تقدر تشتري نقاط الابجريدز بفلوس صجية، لعبة سعرها $60 فيها مايكرو ترانزاكشنز، شيء المفروض يكون عبارة عن كلمات سرية مخلينا بفلوس. بس هذيل سكوير اينكس انا ما ادري شنو توقعت منهم. هذه الشركة اللي تنافس نفسها بالخياس كل سنة. المشكلة ان المايكرو ترانزاكشنز ما كانوا موجودين حق النقاد. لما نزلت اللعبة حق الناس كان فيها مايكرو ترانزاكشنز، يعني كانوا خاشينها عن النقاد،
يعني يدرون ان اللي قاعد يسوونه غلط ويكملون يسوون الغلط. وفوق هذا في حصريات حق البري اوردر دي ال سي من اول يوم، السيزن باس $30. سكوير إنكس ما يعرفون شنو معنى كلمة كفاية. الاختيارات ما تكون بس باللعب، حتى بالحوار تقدر تحاول تقنع اللي تكلمه بفكرتك، يمكن يقتنع، يمكن تتفق على شيء، يمكن تعطيه فلوس، ويمكن تطقه. أنا مرة كلمت ناس بمهمة جانبية بس ما اقتنعوا بكلامي ولا عجبتني شروطهم، فعصبوا علي وذبحوني. لما عدت ما حاولت أكلمهم، ذبحتهم بالبداية قبل يشوفوني وخلصت منهم. كنت أقدر أسوي كذي من أول، أو أقدر أحاول أقنعهم مرة ثانية، أقدر أسوي أي شيء أبي واللعبة تخليني. هالشيء عجيب. المهمات الجانبية كلها تكون بالمدينة، مدينة اللعبة براغ اسمها، وهالمهمات ما تركز على اللعب. عادة يكون نظامها روح هني كلم هذا كلم هذا وخلاص. ممكن تطق شوي، ممكن تستلث شوي، بس ما فيها لعب كبير. المهمات الجانبية ما تركز على اللعب، بس احلى شيء فيها انها عبارة عن قصص صغيرة مفصولة. يعني مثلا صارت جريمة وانت بتعرف من المجرم. شيء غريب ان نظام القصص هذا حلو، فاللي قاعد اسويه اني قاعد العب المهمات الاساسيه عشان اللعب والمهمات الجانبيه عشان القصه. بس شنو تقدر تسوي بالمدينه غير المهمات الجانبيه؟ تقدر تروح محلات تبيع وتشتري، تقدر تدش مباني تاخذ ايتمز وفلوس، وتقدر بس ما تقدر تسوي شيء بعد. ما في ميني جيمز، يعني ما في مثلا شطرنج، لعبة كروت، اركيد، ما فيها سوالف. انا فاهم انها مو لعبة عالم مفتوح، بس اذا بتحط مدينة لازم تحط اماكن ترفيهية. حتى التلفزيون ما في شيء غير الاخبار، ونفس المقابلات يعيدونهم. ماكس بين اللي نزلت قبل 15 سنة وما فيها مدينة كان تلفزيون فيه مسلسلات. هي مو مشكلة كبيرة، بس انا كنت ابي شيء ما كان ديفايدد اقدر اسويه غير المهمات. خاصة ان الحركة بالمدينة مو حلوة لانك ما تقدر تتحرك على كيفك. المدينة مقسمة حق محطات قطار، يعني مثلا بالخريطة انت هني تبي تروح مكان هناك، عشان تروح هناك تروح حق اقرب محطة قطار عندك، عشان تروح حق اقرب محطة قطار حق المكان اللي تبي تروح له. ومحطة القطار عبارة عن لودينج، بس شي تقعد تطالع لودينج. ليش ما تكون المدينة كلها متصلة مع بعض؟ اصلا المدينة صغيرة، ليش مقسمينها على شاشات لودينج؟ ليش؟ مع ان المهمات الجانبية كلها بالمدينة، المهمات الاساسية اغلبها باماكن برا المدينة، اماكن حلوة متميزة، مكان ثلج ومكان فيه هوملس، كل مكان متسدحين بالشارع. واحد من الاماكن كان دبي، بس ما ادري ليش يتكلمون مصري. خليل، الراجل اللي هيبع لنا الحاجات جاية كمان شوية، روح قل بقية الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. وهالطريقة تخلي تصميم الأماكن هذه يكون بتحكم المطورين، تكون كأنها مراحل، أماكن ما تروح لها إلا بمهمات أساسية. يعني هالأماكن مصممة حق المهمات هذه، معناها أن اللعبة موزونة بطريقة أحسن، والأفكار تدش شوي شوي كل ما تلعب وتشوف المراحل يزيد انفتاحها. لأن ديس إكس مان كان ديفايدد لعبة عبقرية، تعرف شنو تتقنه وتركز عليه. المطورين واضحين أتقنوا اللعب والانفتاح والاختيارات والأبغريدز وركزوا عليهم. حتى الأشياء اللي أشوفها خايسة نفس القصة والشخصيات والنهاية ما يخربون اللعبة. كنا يقولون إيه هالشيء خايس، بس هذا يعتبر 20% من اللعبة، الباقي كله أشياء حلوة. وكذي ما حد عنده عذر عشان ما يلعب ديس اكس مان كان ديفايدد، واحدة من افضل العاب السنة. حتى لو ما تعرف عنها شيء اقولك بالبداية في تلخيص حق قصة هيومن ريفولوشن، العبها وبس. ايه في شيء اسمه بريتش، هي عبارة عن مراحل صغيرة كلها تسوي فيها نفس الاشياء، يعطونك باكجات، وبالبداية يعطونك باكج يقولك استعملها الحين كنا لعبة ايفون، وكل الاشياء تعتمد على الارقام والمدة اللي قاعد تلعبها. زبالة بزبالة. بريتش مود عبارة عن تعفين، وكأنه شيء مو فاهم شنو اللي يميز اللعبة بالاساس، بس هذا شيء جانبي بالكامل، فلو ما تحوش احسن. اللعبة الاساسية 25 ساعة ممتازة، فما اعتقد انك راح تحتاج تشغل بريتش اصلا. وفي دي ال سي تو نازل اسمه سيستم ريفت، قصته جانبية بشكل كامل، عبارة عن محتوى حلو مدته 3 ساعات، بس اعتقد ان السعر غالي على المحتوى. في كم فكرة جديدة بس شيء صغير بسيط. الدي ال سي اللي راح ينزل اعتقد بداية 2017 هو الدي ال سي اللي راح يكون كبير، وهذا اللي قاعد طرح. بس سيستم ريفت اذا ما عندك مشكله تدفع السعر راح يعطيك وقت زياده حق اللعبه، بس اتوقع شيء حيل قوي. واذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب. You have chosen not to leave.
ارباع